السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. بالامس علي بن شيخ ثار وهاج وكان مقلق. علي بن شيخ كان مقلق بالبارح وقصف صراحه قصف قوي لمدرب المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه رزقي رمه. لكن باش نقول لك يا بن شيخ، رغم هذا الشيء نقول لك يا بن شيخ باللي انت لاعب كبير ويعيطوا لك الشيخ بن شيخ وتقول لهم باللي انا يعني لاعب كبير وفاطن وذكي، كلخلك. انا بالنسبه لي كلخلك رزقي رمان. ودوك نعطيك بالدليل. اول حاجه نسمعوا كلام بن شيخ والقصف نتاعو على رزقي رمان، ومن بعدها نرجع لك بن شيخ ونعطيك بالبروف وبالدليل علاش كلخلك ورزقي رمان. هذا مش سهل بالدليل. هذا قول له يا أخي الكلام اللي راك تقوله قالوه لك قوله، لأن ماشي هذا هو الكلام. أنا كي جيت تكلمت معايا باش تقول لي انتحبت تصور وقلت لك هذا ما هوش ملعب كارثة، وانت على بالك بلي به كارثة. هنا راه يتكلم كما قلت رزقي رمان تكلم مع بن شيخ وجره باللي انا راني ماهمش يساعدوا فيا الاتحاديه والاتحاديه مش تساعد فيا، وبالمفروض ندرب المنتخب الوطني عنده تربص نتاعو من المفروض في مركز سيدي موسى. هضروا صراحه يعني بعيدا على كلام رزقي رمان، مركز سيدي موسى للمنتخبات الوطنيه ماهوش للمنتخب الوطني، للمنتخبات الوطنيه. منتخب اقل من 17، اقل من 20، اقل من 23، منتخب المحلي، المنتخب الاول، منتخب السيدات، كامل هذه المنتخبات عندها الحق تحضر في هذا مركز سيدي موسى. لكن هو شكال بن شيخ والجماعه كامل قناه الهداف وبعض القنوات وبعض الاعلاميين شكالهم بلي راني ماهمش يعاونوا فيا، مش يساعدوا فيا، وما خلونيش ندرب في مركز سيدي موسى، بعثوني الرويبه ورويبه ملعب كارثي. لكن انا باش نعطيك معلومه يا بن شيخ، قبل ما يتكلم معك رزقي رمان بيومين ثلاث ايام كانت عندي المعلومه باللي رايح يتربص في الرويبه وملعب كارثي في الرويبه، وما حبيتش ندافع عليه رزقي رمان. سابقا دافعت عليه وتكلمت عليه لما كان يحضر في البطوله العربيه في الجزائر وما عطاولو ولا مقابله وديه، ودار مع حوار صحفي تاع كانال الجيري والصحفي تاع التلفزيون الجزائري بوزيدي وتكلم وشكا انه ما كانش يعني مقابلات وديه وهو مقبل على بطوله عربيه في الجزائر والحمد لله ديناها. وتكلمت على، انا ما تكلمتش عليه هو كشخص، انا دافعت على المبدا لانه انا يهمني منتخب تاع بلادي، منتخب بلادي ماذا بيا البطوله تبقى في الجزائر، والحمد لله البطوله بقات في الجزائر. لكن هذا رزقي رمان على بالي باللي يدور هو يبعث ناس يريكلاميو عليه ويدافعوا عليه وهو معاهم مع الاتحاديه ومع زفزاف وما يغضبهمش. هذا هو رزقي رمان. مانيش نحكي على الشخص، يعني انسان عاقل متادب متخلق، لكن هذه هي طباع رزقي رمان. وكانت عندي المعلومه بصح ما حبيتش نهضر وما حبيتش نتكلم، على بالي يجي ويدور ومن بعدها يعاود يحابي الاتحاديه ونحن واش نربحوا؟ نربحوا غير العيب. ما نخليه الله يسال عليه، ما حبيش ندافع عليه. بصح انت المفروض ما توقعش في البياج هذا، في الفخ هذا. نكملوا واش يقول بن شيخ اللي قصف رزقي رمان. لكن تحسب لك يا بن شيخ باللي كلخلك رزقي رمان، كلخلك حبيت ولا كرهت. بركات البروسه والشيتات، بركات 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 بركات. رئيس الجمهوريه جا قال لكم نحيوا فخامه، دوكا هذيكم اللي ناقل راح نوليو فخامه في الفوتبال، بركات. هذه وحده. انا عن بالي راح تشكرني، انا قاعد نستنى فيا روحي قرت صدري قاعد نستنى. او بن شيخ قلب الدنيا كيفاش ما كنت انا قدام رئيس الجمهوريه، ما نسى ما نسى، افهم الميساج السيد لا نشكر رئيس الاتحاد. هنا ايضا بن شيخ يتكلم على الصوره اللي كانت من الدوله تكريم تاع رئيس الجمهوريه منتخب اقل من 17 سنه، ما كانش رزقي رمان في الواجهه رغم انه مدرب. ايضا ما حبيش تتكلم عليها، على بالي طيباع رزقي رمان يبعثك تدافع عليه ومن بعدها يدور نورمال ويولي معاهم الناس اللي انت اللي كنت تنتقد فيهم، هو يولي معاهم نورمال.
لا هذيك ما حبش تتكلم عليه رزق رمان، وما دافعش عليه على الصوره نتاع مع رئيس الجمهوريه، وما دافعش عليه ايضا الان بعد ما خرجوه من مركز سيدي موسى وبعثوه للملعب رويبه لارضيه تاعو كارثيه صراحه كارثيه، بشهود ناس اللي شافوه وقالوا لنا باللي ارضيه كارثيه. فهمت برك بن الشيخ علاش انا ما ديفونديتش عليه على الصوره نتاع مع رئاسه الجمهوريه والان، لكن انت وقعت في الفخ. نكملوا. ما دار لك والو راه الاستعاديه ديالك، ما دار لك والو، كان يدير لك مقبل ولا اللي دار اللي تشكرهم، كنت يديروا لك مقبل هذا ما هضرنا حنا، مقبل كانوا يديروا لك ويديروا لك كيف يديروا لك راهم دوك يتكلموا عليها. ما كانش في دروت، وانت كنت تقول ما كاش لي ماتش ما كاش كذا، واليوم تو فا بيان تو فا بيان اخي تو فا بيان مدام لا ماركيز يا اخي العزيز، دو تروا مينوت من لوتيل للاخر ناصر وي باكاري تضحك، ناصر وي باكاري تضحك، رحنا احنا مشينا دو تروا مينوت كنا احنا تما ناكلو في البيتزا صافا عند خونا موسى مايسترو زيدو نجيب دو بيبليسيتي باطل، ولوتيل اكوتي يا غير تخرج من شو اسمح لي تخرج من البيتزيريا الدور تمشي زوج تمشي دو مينوت تروا مينوت من البيتزيريا لوتيل دو تروا مينوت بصح من لوتيل للملعب تعيا يا اخي تعيا تكبر باركات سيركي لاسيو ديجا في باركات حبيت تخدم بلا ما تقول هاد الحوايج هادو خدم الله يعاونك الله يسهل عليك خدم اخدم بيسك ولات في الجزائر هكذا يا اخي باركات شويه احنا ديفوندي انا شوف البارح حكموني ناس قالوا لي كيفاش ديفونديتو قلت له نا كي قلت له انا اللي يكون مع رئيس الجمهور قلت له نا ناس كبار قلت لهم لا ما ديفونديتوش ديفونديت البرنسيب طيب انا البرنسيب اللي يجي يكون حكم فريق ونجح دا كاس لازم يكون لو برنسيب سي با لوي. بالشيخ يقول لكم راني دفعت على المبدا ما دفعتش على الشخص، حتى احنا ايضا دفعنا على المبدا لما كانت البطوله العربيه في الجزائر وما عدناش مقابلات وديه وحذرنا قلنا هذا امر غير مقبول، وما حبيش ننتقد القائمه نتاع المدرب لان المدرب هو مسؤول عليها رغم ان القائمه فيها وعليها، لكن قلت على الاقل نوفروا له ظروف العمل ومن بعد نحاسبوه المدرب. انا لما نوفر له ونعطيه مقابلات وديه ونوفر له كل شيء وما يحققش نتائج فما نحاسب المدرب. بصح انايا كاتحاديه مقابلات وديه هي الاساس ما كانش ومن بعدها نحاسب المدرب، لا وقفت معاه على مبدا ما وقفتش انا مع رزقي رمان كشخص ولا تكلمت على المبدا. يجب ان نساعد المدرب اللي هو يهمنا المنتخب تاع بلادنا وبطوله في بلادنا، حاولوا قد ما نقدروا باش نخلوا البطوله العربيه في بلادنا. لكن بعدها ما تحصلنا على البطوله العربيه عرفت انا بعض الامور اللي كانت مخبيه عليها، وجاء في التكريم ما تكرمش يعني في الواجهه المفروض صانع الانجاز المهندس هو المدرب مع اللاعبين تاعو، ما تكرمش ما حبيش نتكلم عليه لانني كانت عندي معطيات. ومن بعدها زاد عاود شكا لبعض الاعلاميين وبعض الصحفيين وبعض اللاعبين القدماء راهم يحقروني راهم ظلموني راهم مش يخلوا فيا نخدم راهم ما يعطونيش سيدي موسى حرموني من سيدي موسى رغم انه سيدي موسى مركز لكل المنتخبات الوطنية خرجوني منه كوب دافريك راهي في بلادنا ما مش يعطوني لي ماتش اميكال ما مش يعاونوا فيا. ما حبيش نتكلم لانني على بالي يخرجوا ناس ويدافعوا عليه ويخرجوا لاعبين سابقين ويخرجوا صحافة يدافعوا عليهم بعد يدور لهم عادي. الناس هذوما والصحفيين واللاعبين القدامى اللي هاجموا الاتحادية راح رزقي رمان يشكر الاتحادية هما اللي هاجموها. هاي واش ربحتوا واش فيتوا؟ قلت لكم انا صاي انا هذا رزقي رمان هزيت يدي منه خلاص، وبالدليل نعطيك بالدليل الا اذا هذه يديروا عليها بين قوسين الا اذا ركزوا عليها مليح الا غير التشكيله نتاعو هذه وجاب لاعبين اخرين ممكن يدير نتيجه. لكن القائمه هذه تلقى فيها فريق مكلاسي هو الاول في البطوله الوطنيه وهداف البطوله الوطنيه لاقل من 17 سنه ما كانش في القائمه، والفريق هذا هو وفاق سطيف اللاعبين تاعو ما كانش في القائمه، والهداف البطوله الوطنيه ما كانش في القائمه. امور واضحه 5 6 كما قلت لكم البارح 5 6 هذه بارادو قلتها ونعاودها، هذا رزقي رمان نتاعهم فقط
يحب يدير شويه يحقد صوالحو ويبعث صحفيين لاعبين سابقين ضربوا عليا ديفونديو عليا ام يحاربوا فيا وقفوا معايا منا ومن بعدها يدور عليه. الان نتمنى انا ولادنا يحققوا نتيجه ايجابيه وان شاء الله كاس افريقيا تبقى في الجزائر باقل من 17 سنه. لكن انا لو يبقى يعني نعاود نقول الا غير التشكيله هذه كاين امل، الا ما غيرش هذه التشكيله وبقات هذه التشكيله القائمه اللي دارها انا مانيش متفائل باش كاس افريقيا تبقى في الجزائر. نتمنى ان شاء الله ان كاس افريقيا تبقى في الجزائر، ونتمنى ان شاء الله ان نروحوا لكاس العالم، لكن ان شاء الله تكون تغييرات لانه مش منطقي هداف البطوله الوطنيه ما كانش القائمه، النادي اللي مرتبه الاولى ما كانش القائمه، والفاهم يفهم. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.